مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم مسألة خطيرة ياسر تتعلق برئيس الجمهورية قيس سعيد، أنه تعرض إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريزين السامة التي تتسبب الموت الفوري، ويتم حاليا إجراء اختبار وفرج جميع رسائل البريد الخاصة بقصر كارتاج وفحصها في منشآت خارج الموقع قبل الوصول إلى قصر الرئيس. كما كنت تسمع اليوم مسألة خطيرة ياسر، توجهت تهم كبيرة ياسر البرشة وزراء وبرشة معناها مسؤولين في الدولة بعد الاجتماع الأخير رئيس الجمهورية، وكما تعرفوا اللي حضر فيه المشيشي وحضر فيه رئيس مجلس نواب الشعب اللي هو رجل غنوشي. اليوم تهم موجهة العديد الأشخاص، ومسألة خطيرة ياسر بالرسمي خاطر برشة تلاعبات باقي تصير في تونس، وربي قدر خير. كما قلت لكم الخبر الصحيح الدولة